السلام عليكم. اليوم مع وصفات والدتكم بهذه الوصفه نعتبرها سلكت الحصلين. عجينه بزاف سهله، حشو رائع من طيبي ما توجدي. عجينه فقط وحضريها. اذا ها هي معنا، لاحظوا جات رائعه. تبعي معايا الاخير هكذا باش تكتشفي معنا الطريقه كيفاش حضرناها. اذا العجينه واش فيها؟ العجينه راهي ساهله، فيها نص كاس نتاع الحليب درتو سخون. علاش؟ لانه الياغورت ناتور اللي عندي راه شويه يعني ماشي بارد بزاف لكن شويه بارد. اذا نص كاس تاع الحليب يكون سخون مع علبه تاع الياغورت طبيعي. نعرفوا الياغورت طبيعي يعني خلينا العجينه تجينا بزاف خفيفه. راح نحتاج معاهم مغرفه صغيره نتاع خميره الخبز. اذا مغرفه صغيره خميره الخبز، نضيف عليهم مغرفه صغيره نتاع السكر، نزيد معاهم 3 مغارف كبار نتاع الزيت. هذه الوصفه دائما كي نكون حاصله ما عنديش واش ندير مع اون سوب ولا نزيدها. اذا زوج وهذه الثالثه. دائما نسيي كيفاش نجيب لكم الوصفات اللي تكون خفيفه واكثر تكون اقتصاديه. اذا نخلط هذه المقادير مع بعض، نزيد عليهم طبيعة الحال كمية نتاع الملح هكذا باش ما تجيناش تجينا صامطة. نزيد نخلطها، وهنا المقادير السائلة خلاص راهي معنا واجدة. نلمها بالفارينة حتى تحصل على العجينة اللي تكون طرية ونقدر نتحكم فيها. إذا نزيد الفارينة حتى نلم العجينة تاعنا. اذا هنا لاحظوا راني نلم وندلك في نفس الوقت. العجينه نحتاجها طريه لكن تكون شويه شاده روحها، يعني ما تكونش تلصق بزاف. اذا ندلكها شويه هكذا واحد دقيقتين غير هنا في الريسيبيون تاعها. اذا بعد ما دلكتها شويه واش ندلها؟ ندلها شويه تاع الفارينه، نلمها فقط ونغطيها ونخليها ترتاح على الاقل 30 دقيقه. بعد ما ارتاحت العجينه يعني مش راح تطلع بزاف لانه ما فيهاش بزاف الخميره تاع الخبز، فيها غير مغرفه صغيره. اذا ها هي العجينه معنا. اذا نحكمها ونقسمها على 2. اذا قسمين متساويين هكذا، نسقمها هكذا باش تجينا خبزه. دائما نستعملوا الفارينه. نحكم هذه الاولى، نشكلها على شكل خبزه ونفتحها. ودائما استعملي الفارينه هكذا باش ما تلصقلكش. اذا نفتحها تكون شويه رقيقه وعلى حسب المقله اللي تكون عندك. ماذا بينا المقله تكون شويه كبيره، الا كانت صغيره ديري يعني قسميها لاربعه وديري زوج خبزات. بعد نفتح هذا الشكل هذا نعمل هذه المقله ولا طاجين كبير شويه. ها هو معنا، دهنته بالزبده وندير هذه الطبقه الاولى. يعني الطاجين تاعنا راهو بارد يعني ماهوش سخون. اذا نسقمها هكذا مليح بهذه الطريقه. من بعد هنا ندوزو للحشو. الحشو واش راح يكون؟ هنا عندي كميه تاع الفرماج رابي، ندير شويه هكذا في القاعده. الحشو راح نعطيكم واحد الحشو خفيف ويعني يولي يتكل، يعني نضمن لك ان وليداتك ياكلوه وكل وحده دير الحشو اللي يعجبها. اذا ندير كميه تاع الفرماج. من بعد ندير هنايا عندي الباتي اللي كنت تكرفشتو. انا اليوم استعملت الباتي، انتي ديري واش حبيتي واش يحبوا وليداتك ولا واش تحبي انتي تاكلي. اذا ندير طبقه تاع الباتي. بعد راح نزيد عليهم هنا البيض المغلي. غليت البيض ونسكرفجو هكذا على الوجه. اذا نعرفوا انه البيض الباتي الفرماج يعني نعاود نغطيه بشويه تاع الفرماج اللي بقى لي رابي. هنا اليوم انا درت فرماج رابي، تديري الفرماج اللي عندك، تقدري ديري هذاك اللي طريت تقدري تدهنيه تاع الميزان، تقطعي مربعات صغيره.
ديري هنايا واش حبيتي. لما كملت نجيب هذيك الخبزه الثانيه ونفتحها بنفس الطريقه تاع الخبزه الاولى، يعني نفس الكبر هكذا باش نغلق بها. بعد ما كملت فتحتها نجيب هذيك المقله ولا الطاجين اللي درتي فيه ونغلق عليها بهذه الطريقه. يعني ما من عجينه كي ترفديها سهله، مش رايحه تعذبك. اذا ونغلقها هكذا في الطرف، نسوديها مليح بهذه الطريقه كامل صاير داير. اذا نخبزها هكذا شويه ونديرها فوق النار تكون قليله حتى تطيب من تحت باش نقلبها. اذا الخبزه راهي فوق النار كما نشوفوا فيها نار قليله، بعد نشوف الى تحمرت لي من تحت. اذا نديها غير بشويه ونشوفها راهي تحمرت. من بعد واش ندير؟ نحكم غير فتاة الحطب من الظهر تاعها وندلها شويه هكذا تاع الزبده، والا نذوبوها احسن لانه هكذا. ندير شويه شويه، شوفوا غادي نذوبها هكذا على الحافه. انا حبيت ندير الزبده، دوك اللي ما تحبش الزبده تقدري ديري الزيت. من بعد نقلبها الجهه الاخرى. كيفاش نقلبها؟ ندير هكذا من التحت، راح تكون سهله. ندير يدي لهنا ونقلبها. ها هي معنا، يعني ولا اسهل. شوف اش تحمرت لنا، الله الله. ونزيد نحمرها من الجهه الثانيه، نخليها حتى تطيب وتحمر لنا بنفس الطريقه. وهي طيب منين داك هكذا دوريها شويه باش تتحمر لك من كامل الجوانب. ونسي كيفاش هكذا نضغط هكذا في الاطراف باش هاد الاطراف مام هما يتحمروا. هاي طابت لي الخبزه من تحت، نطفي عليها ونحيها مباشره من الطاجين ولا من المقله. ندير هذا الشبايك هكذا باش ما تعرقليش من الاحسن، ونهبطها. ها هي الخبزه معنا، نخليها تبرد شويه هكذا، نديرها يعني في طبق التقديم ونقدموها. من بعد الزيت كيفاش راح يكون؟ راح نزينه بشويه تاع الفورماج رابي على الوجه. ندير غير شويه هكذا باش نزينه به فقط الوجه، وندلو شويه تاع المعدنوس مقطع رقيق. اذا ها هي معنا الخبزه تاعنا. في الاخير راح نقسم لكم منها قطعه هكذا باش تشوفوها كيفاش جاتنا في الوسط. اذا بسم الله، هذاك الحشو تاع البيض والباتي والفرماج بزاف بنين. اذا ها هو معنا كفكره فقط، والتزيين دائما يبقى اختياري والحسب الرغبه تاعكم. شوفوا هذاك الحشو في الداخل جات بنينه، والعجينه طريه طريه رائعه. الوصفه تاعنا اليوم ها هي معنا واجده، فقط راني قدمتها يعني بالمشروبات، يتقدم بالمشروبات تجينا سهله. والا ديري معها امامها اون سوب خفيفه، اون سالاد، وانتي درتي عشاء كامل ولا وحدها، اللي تكون عائله صغيره ولا غير وحدها رايحه تكفيكم. اذا راح نقسم لكم منها شويه هكذا باش تشوفوها عن قرب كيفاش جاتنا. اذا ها هي معنا، شوفوا تحمرت، الله الله عليها. هذاك الحشو رائع، جربوه، نتمنى انكم تجربوه. كاين ما يعني ما يعجبهمش الباتي في الوصفات، لكن نطلب منكم انكم تجربوه. شوفوا تحسوا انه العجينه هذيك رقيقه وكلها حشو. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.